أصل الحكاية أصل الحكاية مع زينب ميكي على EFM أحلى راديو. أصل الحكاية ونحكيه لكم. أصل الحكاية. صباح الخير. تاريخ تونس شد على برشا حكام وفيهم اللي كانوا قادة ومسيرتهم بقات شاهد عليهم. وكي نقول لكم شنو هو أكثر اسم يجي لبالكم كي نحكيو على القادة اللي حكموا في تونس؟ أكيد برشا منكم باش يجاوبوا حنا بعلى، القائد القرطاجي اللي برشا يسمعوا به لكن الحقيقة قليل من يحكي عليه ويعرف حكايته. وأنا اخترت اليوم نحكي لكم على أصل حكاية حنا بعلى. أصل الحكاية. أصل الحكاية اليوم أنه حنا بعل بن أميلكار بركة تولد في قرطاج عام 247 قبل الميلاد وتوفى تقريباً عام 182 قبل الميلاد. هو قائد عسكري قرطاجي ابن عائلة عريقة بنيقية، واليوم الناس هذا معناتها بعد 22 قرن كاملين من وفاته مازال حنا بعل محل إعجاب وتقدير في بلاده الأصلية تونس وفي الخارج، لأنه خلق طرق حرب وتكتيك حربي في المعارك مازالت معتمدة حتى لليوم من طرف أعتى الجيوش في العالم. وفي هالصدد يقول الجنرال الأمريكي شوارزكوبف اللي قاد حرب الخليج عام 1991 أنه في قيادة عاصفة الصحراء تعلم من حنا بعل التكتيك والتخطيط اللي اعتمدهم في حرب ضد روما. وفي نفس السياق كثير من الجامعات الأمريكية والألمانية ومن الكليات الحربية في العالم ما زالت اليوم تدرس استراتيجية وتكتيك حنا بعل وطريقته في تسيير المعارك والحروب. بو حنا بعل أميلكار كان قائد في الحرب البنيقية الأولى اللي جرات بين 246 و 241 قبل الميلاد، وأخواته أسترويبال وماغون كانوا من أكبر القادة القرطاجيين. وبعد نهاية الحرب مشى مع والده في حرب ضد إيبيريا اللي هي إسبانيا حالياً، ووالده على صغر سنه علمه قواعد الحرب، غرس فيه بالخصوص كره الرومان أكبر أعداء قرطاج، وحلفه باش ما يتحالفش مع روما وعمره لا يحط يده في يد الرومان مهما كانت الظروف. أصل الحكاية اليوم أن وقت توفى والده عام 229 قبل الميلاد خلفه في القيادة رجل بنته صدر بعل، لكن وقع اغتياله بعد تقريباً 8 سنوات من الحكم. وقتها ضباط الجيش القرطاجني قروا اختيار حنا بعل الشاب اللي عمره وقتها 26 عام باش يولي قائد الإمبراطورية القرطاجية في إسبانيا اللي كان بوه احتلها وربطها بقرطاج. بعد تولي هالمهمة بعامين هجم على مدينة في شبه الجزيرة الإيبيرية ساغونتي اللي كانت متحالفة مع عدو بلاده روما، وهكا أعطى إشارة الانطلاق للحرب البونيقية الثانية اللي دامت من عام 218 حتى العام 201 قبل الميلاد. وسببها أن روما اعتبرت أن هجوم حنا بعل على ساغونتي هو خرق للاتفاق اللي أمضاته مع قرطاج اللي انهزمت في الحرب البونيقية الأولى. كانت في هالفترة فما توترات كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة وقت حاولت روما فرض سيطرتها على القوى العظمى في المنطقة كما قرطاج والمملكة المقدونية وسرقسطة، واعتباراً لشعبية حنا بعل حكومة قرطاج ما استنكرتش هجومه على المدينة الإيبيرية المذكورة وعبرت على مساندتها ليه. في عام 214 قبل الميلاد عين حنا بعل خوه صدر بعل على ولاية إسبانيا وقرر يتقدم بجيوشه في اتجاه روما. وقت هزرب في إشعال نار الحرب، وقت وصلته أخبار تقول اللي روما تحضر في جيشها باش تقصد شمال إفريقيا وتهجم على قرطاج وتحتلها. والتاريخ سجل لليوم أنه أكبر إنجاز حقه حنا بعل هو قيادته لجيش عظيم فيه 90,000 مقاتل من المشاة و 12,000 فارس، وفيه لأول مرة في تاريخ الحروب مجموعة من الأفيال 40 فيل تحديداً، وخرج بهم من إيبيريا وقصد روما وتعدى من جبال لبيغيني وجبال لزالب وشق نهر الغون
وهجم على روما في عقر دارها، واعتمد خطة ولد فيما بعد معتمدة كمبدأ أساسي في قيادة الحروب، وهي إذا تحب تغلب عدوك أهجم عليه في أرضه قبل ما يهجم عليك في أرضك. كان حنبعل يقول للعسكر متاعه إذا وصلنا الواد فو، أكبر نهر في إيطاليا قبل الرومان، نعتبر كسبنا مرحلة كبيرة من المعركة، على خطر الحرب باش تولي عندهم وتكاليفها باش يتحملوها هما مش احنا، ولذا يلزمنا السرعة ولا شيء غير السرعة. في طريق روما حنبعل خاض معارك متعدة والكل ربحهم. أول ما بديت عد على منطقة التيسان في سويسرا حالياً وشن هجوم على جيشها وحسم المعركة بسرعة، واستعمل فيها الفرسان بتاعه باش توق الكتائب الرومانية من تالي وهجم عليهم، وجبر القائد متاعهم اللي يتسمى القنصل باش يهرب الروما بعد ما تجرح. روما ترد الفعل، تبعث جيش ثاني عظيم وتعين عليه قنصل آخر باش فماش ما يمحي هزيمة زميله اللي كان قبله. وقتها حنبعل نصب لهم فخ على ضفاف نهر تخبيا يتمثل في أنه حول المعركة في مكان بكله طبعة أو حال، والخصم متاعه رغم اللي هو مفروض يكون يعرف خاصية المكان الكل حصل فيه هو والعساكر متاعه، وسببها أنه حنبعل خذ 500 من الفرسان القرطاجنيين وعطل أوامر للقائد متاعهم باش يهجم هجمة خفيفة وسريعة على الجيش العدو في الليل، ومن بعد يعمل روحه يتراجع ويهرب في اتجاه الأرض اللي فيها الطبع والماء. وهذاك اللي صار بالضبط، الجيش القرطاجني ربح المعركة. وبمناسبة هالمعركة تذكر حنبعل اش قال أبوه وهو يعلم فيه فن القتال، خلي الأرض تدافع عليك وتقاتل معك. انتصار حنبعل في تخبيا خلى الغاليين لغولوا يتحالفوا معاه ويوضعوا على ذمته كتيبة فيها 14,000 مقاتل مدربين وصحاح، وخليه زادة يقوي عزيمته ويتقدم في اتجاه روما. لكنه لقى صعوبة في تحمل برد الشتاء في الطريق الجبلي اللي خذاه، وانتشرت الحمى في صفوف جيوشه وهو نفسه مرض وفقد النظر في واحدة من عينيه. لكنه مع هذا ما فقدش الأمل في كسب الحرب، وفعلا وقت سمع عن طريق جواسيسه في جوان 217 قبل الميلاد اللي فما جيش روماني ضخم فيه 40,000 مقاتل شد الطريق للمكان اللي فيه هو وجيشه. وقتها هو كان في مرتفعات تمكنه باش يشوف كل تحركات العدو، وزاد الضباب نزل على الجيش الروماني. وقتها بعث فريق من الفرسان يقودهم ماغيبال ومعاهم مجموعة مشاة من إفريقيا جنوب الصحراء، وهجم من كل النواحي على شاطئ بحيرة تغسيمان وحاصر الجيش الروماني، وانتج على هالخطة أنه 6,000 جندي روماني أصبحوا أسرى عند الجيش القرطاجي. أصل حكايتنا اليوم أنه أخبار ساحة المعارك والهزايم المتتالية وصلت الروما، وجمعوا الناس في ساحة الفوروم ومجلس الشيوخ سكر بيبان خوفاً من غضب الجماهير. ومع هذا قادة الجيش الروماني ما حبوش يعترفوا بالهزايم متاعهم. وبعد أسابيع قليلة في أوت 217 قبل الميلاد اندلعت معركة أخرى في مدينة كاناي في مقاطعة أبولي، واستعمل فيها حنبعل حيلة استدراج العدو وتكتيك الكر والفر، ونجح فيها بجيوشه اللي فيها 9,000 مقاتل، وغلب الجيش الروماني اللي كانوا فيه 80,000 مشاة و 6,000 فارس. وكانت النتيجة أنه 44,000 من الرومان ماتوا، من بينهم القنصل و 80 من الشيوخ اللي اتطوعوا وخرجوا مع الجيش الروماني، وفي حسبانهم المعركة محسومة مسبقاً. حنبعل خسر 6,000 عسكري منهم قرابة 4,000 من الغاليين لغولوا و 1,500 من الإيبيريين الإسبان ومن الإفريقيين من جنوب الصحراء و 200 فارس، واحتل الجيش القرطاجي العديد من المقاطعات والمحميات الرومانية، وبقى محاصر روما حتى للخريف، ورفض رغم نصيحة أكبر القادة متاعه ما يقبال باش يدخل روما اللي ظهرت له بعيدة ياسر عن المكان اللي كان فيه. وعديد من المؤرخين يقولوا لو كان حنبعل سمع كلامه ما يقبال راهو احتل روما وغير مجرى التاريخ بصفة جذرية، لكنه في الحقيقة كان يعرف أنه احتلال روما نهائياً أمر شبه مستحيل،
وكان الهدف متاعه هو فقط يحرر إيطاليا من الاستعمار الروماني وأنه يقود ثورة على روما مع بعض الولايات والمقاطعات التابعة لها. وهيك علاش صرح كل الجنود الرومان اللي كانوا مساجين واللي جايين من هالمقاطعات وإلا الولايات. حنبعل كان متقلق من الأخبار اللي جاته من ولاية إسبانيا اللي سيطر عليها وفكها القائد الروماني سيبيون. زيد عليها أنه الأساطيل الرومانية تمكنت من البحر الأبيض المتوسط، وهذا الكل تسبب في قطع المؤونة والتعزيزات على الجيش القرطاجي اللي محاصر روما. وبعد حوالي 15 عام من حصار روما، سلطات قرطاج عيطت لحنبعل كلفته بالدفاع على قرطاج اللي ولات مهدة من الغزو الروماني بقيادة سيبيون. سيبيون هجم على قرطاج في عام 202 قبل الميلاد، ومن بعد ولا يطارد في حنبعل وشن عليه هجمة قوية في زما في ولاية سليانة الحالية، وعاونوا عليها ماسينيسا ملك نوميديا وهزمه بعد ما هرب العسكر متاعه، وقرطاج استسلمت. وهكا انتهت الحرب البونيقية الثالثة ورجع حنبعل القرطاج. وفي عام 196 قبل الميلاد تعين حنبعل حاكم عام لقرطاج وعمل برنامج إصلاح فيه مقاومة الفساد والرشوة وتخفيض الضرائب على الشعب، لكن هالسياسة غضبت أصحاب المال والجاه اللي بعثوا رسالة سرية لروما خبروهم فيها اللي حنبعل يحضر في حرب جديدة ضد الرومان. مشان مجلس الشيوخ طلب من حكومة قرطاج أنها تسلمهم حنبعل، الشيء اللي أجبره على الهروب لسوريا وين احتمى بالملك متاحة أنتيكوس الثالث. ووقت الرومان هزموا الجيش متاع الملك هذا طلبوا منه هو زادة يسلمهم حنبعل، مشى حنبعل هرب وطردوه الرومان وضيقوا عليه. وقت عرف اللي باش يتشد، رواية تقول اللي هو انتحر باش ما يتيحش بين يديهم وتدفن في مكان ماهوش معروف لليوم بالتحديد، وربما يكون في مدينة تركية اسمها ليبيسا حسب ما يقولوا بعض المؤرخين. وإحنا حبينا نفكركم اللي البلاد هذه أنجبت قائد عظيم اسمه حنبعل. اليوم طرق الحرب اللي اعتمدها تدرس في أكبر الجامعات العسكرية في العالم. قائد عسكري كان بإمكانه تغيير التاريخ وغير فعلاً في طرق الحروب وتحدي أعتى الإمبراطوريات الوقتها الإمبراطورية الرومانية. وإحنا حبينا نحكي لكم على جزء من حياة القائد القرطاجي حنبعل. أصل الحكاية، أصل الحكاية مع زينب ميكي على إف إم أحلى راديو. أصل الحكاية.